يختصر متحف البحرين الوطني ذاكرة مملكة البحرين وتاريخها العريق نظرا لما يحتويه المتحف من مجموعة واسعة غنية من التحف الأثرية التي تعكس تاريخ البلاد. ويعتبر متحف البحرين الوطني من أرقى المتاحف في منطقة الخليج، حيث يعد أحد الصروع الثقافية الشامخة في مملكة البحرين. في ديسمبر عام 1988 تم افتتاح أكبر متحف في مملكة البحرين، وهو متحف البحرين الوطني الذي يقع في المنامة بالقرب من المسرح الوطني. هذا الصرح الثقافي يضم 9 قاعات عرض تغطي 6000 عام من تاريخ وثقافة البلاد، حيث يمكن للزوار مشاهدة آثار حضارة دلمنا القديمة ومخطوطات قرآنية نادرة وأدوات حرفية تقليدية وعينات من الحياة الطبيعية في البحرين، بالإضافة إلى آثار بحرية مثل السفن القديمة وأدوات الملاحة والهياكل العظمية للكائنات المنقرضة وقطع ترتبط بأسلوب حياة الشعب في القدم مثل الأواني المنزلية والألبسة التقليدية والأدوات الزراعية. كما يحتوي المتحف على قاعة محاضرات ومتجر هدايا ومقه ومكاتب إدارية ومختبرات ترميم ومستودعات للمقتنيات. متحف البحرين الوطني يعتبر صرحا ثقافيا مميزا على أرض المملكة، كما يعد أرقى المتاحف في منطقة الخليج ووجهة سياحية جذابة للمهتمين بالتعرف على تراث مملكة البحرين.